السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غندير وصفة بسيطة جدا لتحضير مقشر طبيعي للجسم. نحتاجو فيه السكر، لأن السكر الأبيض كيساعد على تقشير الجلد، وغنحتاجو فيه زيت جوز الهند لأنه أفضل الزيوت الطبيعية الغنية بالأحماض الأمينية والأساسية لترطيب الجلد. ونحتاجو جنجبيل مبشور، هو يكون ناخدو نشريو هكايا ونحكوه في محكمة محكة أو نبشروه. الجنجبيل توا كيحتوي على مضادات الأكسدة اللي كتساعد على تحسين ومظهر البشرة، وكتساعد على إزالة آثار الندبات والبقع الداكنة. غنبداو بالوصفة بإذن الله. غناخدو السكر، غنحتاجو نص كاس السكر، وغنحتاجو جنجبيل، غنحتاجو فيه ملعقة كبيرة، هي هذه أنا بشرتها ملعقة كبيرة، ونحتاجو 3 معالق كبار ديال الزيت جوز الهند، إما يكون زيت أو يكون فحال هكايا. أنا ما عنديش زيت، عندي غير هذا هو اللي عندي. ناخدهم نخدموهم مزيان بجوجهم. نخدموهم فحال هكايا. ضروري ما نعملو فضايح. غناخدوه فحال هكايا حتى غادي نزاجموه مع بعضهم. راه هاد مرطب غزال، مرطب مقشر ومرطب في نفس الوقت، عامل بحال هكايا بحال العجينة. وغادا ناخدوه وغادا نحطوه في الجسم ديالنا، غادا نحطوه على شكل يعني من التحت حتى الفوق، كنحطوه كنهزو من التحت حتى الفوق، كنحطو هاد الوصفة هاد المقشر. ومن بعد لا عندنا ليفة مغربية ولا ما عندناش، خاصو كاع بيدينا اي ليفة عندنا موجودة في البيت، ما هو لازم الليفة المغربية. كاين اللي ما عندوش الليفة المغربية كناخدو كنبقى كبدائري، كنبقى ناخد الليفة وكنديرها كبدائرية، شكل دائري دائري بحال هكايا، وكنخليو صافي، وكنخليوها مدة 10 دقائق ومن بعد كنغسلوه. صدقوني هاد الوصفة رائعة رائعة، هاد المقشر جربوه. وما تنساوش التعليقات، ما تنساوش الاشتراك في القناة عشان تبقى القناة مفتوحة، ولا الا ما شاركتوش راه القناة غادي يقفلوها ليا في صحاب اليوتيوب. يعني لو ساعدتوني وشاركتو ودرتو جيم وهذا لقناتي، ان شاء الله غتبقى القناة. هذه هي الوصفة اللي هي مقشر 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 للجسم. الى عجبكم الفيديو تعملوا الجيم، تعملوا الشير، تقبلوا الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو قادم ان شاء الله.